طيب خلينا نروح للدوري الفرنسي. توج فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي ده للموسم الحالي 2020 و2021، بنتكلم للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على فريق أونجي بهدفين مقابل هدف، ده ضمن مواجهات الجولة ال 38 والأخيرة من المسابقة. وخلينا نقول بيعد اللقب ده هو الأول لفريق ليل في الدوري الفرنسي ده من 10 سنين تقريبا، تحديدا من موسم 2010 و2011. بكده نقدر نقول ان انهى ليل احتقار فريق باريس سان جيرمان للقب، لو لقب الدوري الفرنسي في اخر 9 مواسم باستثناء حصول موناكو على اللقب ده اللي كان 2016 و2017. فيعني مش بنقول فعلا بقالنا سنتين كره القدم مش متوقعة، يعني فرق كانت فعلا حريصة جدا أو كل موسم هي اللي بتكون البطل أو الفائز، اختلف الوضع جدا من 2020 2021. حتى شفنا أسامي لعيبة كبيرة جدا حصلها مشاكل كتير جدا مع النوادي التابعة ليها، منهم ميسي. كده احنا اتكلمنا في الملف ده أكتر من مرة، ورحيل ميسي والعروض المقدمة لميسي وغيره، فيعني غريبة برضو. والكلام بعدها بفترة ابتدى يتقال، ولكن على محمد صلاح، على محمد صلاح كان عنده برضو بالظبط. يعني على كل الاحوال برضو بمناسبه الكلام عن الدوري الفرنسي، عايزين نقول الف مبروك للنجم الفرنسي كيليان مبابي اللي حصل على جائزه هداف الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي برصيد 27 هدف، كان اخرها امبارح في فوز فريقه طبعا باريس سان جيرمان في الجوله الاخيره على مضيفه بريست ستاديوم بنتيجه 2-0، حيث نجح في تسجيل هدف وتفوق بفارق على ممفيس ديباي نجم ليون صاحب ال 20 هدف، وكمان تفوق على وسام بن يدر مهاجم موناكو هو كمان صاحب ال 20 هدف. مبابي يعني من اللعيبه برضو الاسامي كبيره قوي طبعا، ويعني ويمكن انا هقول لك يعني ده وجهه نظري، مؤخرا كمان لمع الاسم جدا، فهو لاعب تقيل او زي ما بيتقال عليه من الطراز التقيل، واتكلمنا عنه قبل كده في حلقات سابقه يعني، فبرضو لحد ما ده متوقع.